صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من المفسرين المعتبرين، ولكن يشكل علينا في بعض الأحيان. نعم، شو السؤال؟ يقول صلى الله عليكم: الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من المفسرين المعتبرين، ولكن يشكل علينا في بعض الأحيان انفراده في تفسير بعض الآيات، فهل يقال إنها من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها من الإسرائيليات، وهل هي حجة؟ هذا سؤال فيه اختلاط، حين يقول ابن عباس حين يقول إسرائيليات، هذا ما أدري. ابن عباس رضي الله عنه إمام جليل، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله وأن يعلمه التأويل، فهو حجة في التفسير، لكن الشأن في ثبوت التفسير عنه. إذا ثبت التفسير عنه فهو حجة رضي الله عنه بلا شك، لكن ما كل ما نسب إلى ابن عباس يكون ثابتا عنه، هذا الذي يحصل فيه البحث. أما ما دام ثبت فإنه حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه ودعا له بأن يعلمه الله التأويل. نعم.